مش قلت لك مفيش حد فوق؟ اكيد هم عندها دلوقتي. مين اللي قال لك بس؟ انا هاكد لك حالا. الو، ازيك يا مروان؟ ايوه طن. ازاي حضرتك؟ ايوه طبعا يا طنط، احنا في الفيلا. امال ليه مش بتردوا على التليفون اللي هناك؟ خرجتوا مع اصحابكوا؟ اه طب اوكي. لا ابدا، بابا كان عايز يطمن عليكم. لا بابا نام. باي باي. انت ليه عملتي كده؟ عشان اكد لك انهم عندها. البي مروان بيكذب عليا ويقول احنا في الفيلا، ولما قلت له ليه مش بتردوا على التليفون قال لي اصل خرجنا مع اصحابنا. يا ستي افرضي فعلا انهم خرجوا مع اصحابهم. انا متاكده انهم عندها، ولما كنتش مصدقه تعالى نروح لهم. نروح لهم فين؟ عند الهانم وجوزها. طب افرضي ما لقيناهمش؟ ما احنا مش هنطلع الا ما نشوف العربيه تحت البيت ولا لا. ده انت مرتبه كل حاجه بقى. انا؟ طب ليه؟ كل الموضوع اني خايفه عليك وعلى الولاد. خايفة عليا انا؟ طبعا يا جمال، انت جوزي ولازم اخاف عليك، واعتقد يعني ان الصدمة هتبقى كبيرة قوي لما ولادك يسيبوك بعد العمر ده كله ويترموا في حضن راجل غريب. طب يلا بينا. مالك يا حبيبي؟ متوتر كده ليه من ساعة ما الست دي كلمتك؟ لا مفيش حاجة يا ماما، بس أصلها. أصلها مالها؟ اوعى تكون عرفت احنا فين. لا طبعا ما قلتلهاش احنا فين، قلتلها ان احنا مع صحابنا. مازن يلا بينا. وانتوا لحقتوا؟ لحقنا ايه بس يا انكل، ده احنا اليوم كله قاعدين ومعاكم. يا حبيبي الوقت فات بسرعة من غير ما احس بيه. ما انت عارفة الظروف اللي احنا فيها يا ماما، معلش اعذريني. الحقيقة انا مش فاهم ليه سيادة المستشار جمال معقد المسألة بالشكل ده؟ يعني والدتكم مش أول واحدة تنفصل عن جوزها وتتجوز واحد تاني، ليه يحرمكم من بعض ويحط قيود على زيارتكم ليها؟ ممكن فوزي، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضل يا حبيبي. حضرتك لو مكانه كنت هتعمل كده؟ إطلاقا. عربية مروانة اهي، جالك كلامي؟ كنتوا قعدتوا شوية كمان، ما لحقناش نسمع منكم. طيب، انتوا هتعدوا علينا بكرة قبل ما ترجعوا اسكندرية؟ طبعا، ودي عايزة كلامي. طب ما تخليكوا لبكرة. لا، كده يبقى صعب قوي يا ماما. ايه هو اللي هيبقى صعب يا أستاذ مروان؟ بابا؟ بابا؟ هو حضرتك عرفت منين إن احنا هنا؟ اهلا جمال بيه. اتفضل يا فندم. اهلا ولا سهلا، انا مش جاي هنا عشان اتضايف. اسمعي يا ست انتي، انا بحذرك لو جوزي جراله اي حاجه انا مش هسيبه. ايه اللي حصل ده كله؟ مش عارفه ايه اللي حصل يا مدام. اللي حصل ان ولادي بيستغفلوني، بيعملوا حاجات من ورايا. ما هو لو سيادتك كنت اديتهم الحرية في انهم. ما هو لو سيادتك يعني ما تحشرش نفسك بيني وبين اولادي يبقى افضل. لو سيادتك تفتكر انك انت في بيتي يبقى احسن كتير. ما هو يا ريت سيادتك برضه ما تنساش ان الست اللي اتجوزتها دي واخدت فلوسها حطيتها على فلوسك كانت اصلا مراتي. وفلوسها اللي خدتها دي كانت بتاعتي انا. لاني لما اتجوزتها ما كانش عليك حاجة خالص. انت عايز مني ايه؟ مش خلاص اتجوزت صاحبتي اللي كنت بتخوني معاها؟ اوعي تنطقي كلمة واحدة زيادة. جمال كان بيحبني من الأول.
سناء، احنا قفلنا الموضوع ده من زمان. ما تنطقيش اسمي على لسانك مره تانية، انت فاهمه ولا لا؟ لو سمحت يا طنط ما تكلميش ماما بالطريقه دي. انت بتدافع عنها يا مازن؟ طبعا، مش امي. مازن حسابك انت ومروان معايا هيبقى عشير. هما ما ارتكبوش ذنب اما جم يزوروا امهم. يا سيدي انا طلبت منك قبل كده انك ما تتدخلش، وانا نبهت حضرتك قبل كده انك في بيتي ولازم تحترم المكان اللي انت فيه او تتفضل مع السلامه. شايفين؟ شايفين؟ البيه اللي انتوا قاعدين عنده بيطردني. ما تقولي حاجه يا هانم. اقول ايه وعيد ايه؟ انت خليت فيها قواله يا اخي، ابعد عني بقى. مين اللي يبعد عن التاني يا مدام؟ مش انت برضو اللي عايزه تنتقمي منه بانك تقسي ولاده عليه وتخليهم ما يسمعوش كلامه؟ انا كل اللي عايزاه اني اشوف ولادي في اي مكان وفي اي وقت، لان ده احساس الامومه اللي انت عمرك ما جربتيه. يلا يا جمال. من فضل حضرتك يا بابا، الموضوع اللي هنتكلم فيه موضوع حساس شويه ومحتاجين نبقى لوحدنا. يعني ايه لوحده؟ يعني من فضل حضرتك تسيبينا شويه مع بابا. شايف يا جمال؟ شايف ولادك بيعاملوني ازاي؟ ولادك اللي انا كبرتهم وربيتهم نسيوا كل حاجه عملتها لهم وبقيت دلوقتي غريبه عنهم. نسيوا لما كنت بذاكر لهم والبسهم واوديهم مدارسهم. نسيوا لما كنت بسهر ليلاتي جنبهم. نسيوا انهم لهم حضن حنين يضمهم بعد ما الهانم اتجوزت واستغنت عنهم. سناء لو سمحتي ده مش وقت الكلام ده دلوقتي. من فضلك من غير ما تقول. انا ماشيه. على فين؟ هروح اتمشى شويه لحد ما تخلصوا كلامكم واسراركم. الموضوع مش مستاهل ان حضرتك تنزلي يا طنط، دول كلهم خمس دقايق. معلش انا اصلي مخنوقه شويه وعاوزه اشم هوا البحر. ساعه كده وهرجع لكم على طول. طيب سيب الموبايل بتاعك مفتوح. نعم عايزين ايه بابا؟ احنا كبرنا والمفروض اننا نتناقش في اي قرار حضرتك تاخده. قرار ايه يا سي مازن اللي عايز تتناقش فيه؟ هو قرار قديم شوية حضرتك اخدته واحنا لسه صغيرين، اعتقد ان انا الاوان ان احنا نتناقش فيه. مازن اتكلم دغري على طول وبلاش اسلوب اللف والدوران ده. حاضر. بابا حضرتك اتضايقت علشان جيت لقيتنا عند ماما؟ لا انا اتضايقت عشان كدبتوا عليا. حضرتك يا بابا اللي اضطرتنا لكده. نعم بتقول ايه؟ لو حضرتك يا بابا كنت اديتنا الامان عمرنا ما كنا نفكر ان احنا نكذب على حضرتك. وليه تعملوا حاجة انا مش راضي عنها؟ لان الست دي تبقى امنا. الست اللي هتبقى امكوا دي رميتكم انتوا عيال صغيرين وراحت اتجوزت. مهما حصل منها هتفضل امنا وما نقدرش نستغنى عنها. هتقدر يا سي مروان تستغنى عنها زي ما هي قدرت تستغنى عنكم زمان. ارجوك يا بابا احنا كبرنا والمفروض اننا. ولد انت هتعلمني المفروض يا ولد؟ ارجوك يا بابا يا ريت نتناقش بهدوء. الموضوع ده غير قابل للمناقشة. اللي انا قلته لازم هيتنفذ بحذافيره، واللي مش عاجبه يتفضل يروح عند الست هانم هي وجوزها. بابا بابا. دي لغه اسبانيه واللي يبلع الدواء ده للاسف ما عندوش ترجمه. ما هو صاحبه قاعد في اسبانيا هو اللي بعت له الدواء ده على طول. للاسف انا ماليش في اللغه الاسبانيه. كل الدكاتره اللي رحت لهم قالوا نفس الكلام. طيب حضرتك ممكن تسالني على الدواء ده 24 ساعه؟ ممكن اسالك اخويا هو مترجم اسباني. قوي قوي اوكي. كده كده انت لازم بكره تجيلي العياده عشان تجدي الاشعه وتحلي تغطيها منك. اشوفك بكره على خير ان شاء الله. اوكي باي باي. ميرسي يا دكتور. مع السلامه.